بسم الله الرحمن الرحيم. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملكه إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقائم، يا نور المستوحشين في الظلام، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اليوم عندنا سؤال يا طلاب وطالبات: أن الدين ترشيد أم تقييد؟ شو تقولون؟ ترشيد أم تقييد؟ عندنا سؤال ثاني: ما هو موقع العقيدة في شخصية الإنسان؟ في شخصية الإنسان موقع هامشي أو موقع أساسي؟ شو تقولون عمي؟ زين، عندنا سؤالين بقى من الأسبوع الماضي من الأسئلة الحياتية الكبرى. إحنا قلنا يا شباب أكو أربع أسئلة حياتية كبرى. السؤال الأول شنو؟ من أين؟ السؤال الثاني شنو؟ إلى أين؟ السؤال الثالث ماذا يجب؟ السؤال الرابع من أنا؟ مو مشكلة تقديم وتأخير، هاي أربع أسئلة. إحنا قلنا العلم لا يجيب على هذه الأسئلة، وإنما هي من اختصاص الدين. من أين؟ من الله. إلى أين؟ إلى الله. من أنا؟ من نحن؟ نحن امتداد لله، نحن خلفاء الله على هذه الأرض. هذا موقع الإنسان، هذا الإنسان، هذا أنا. وماذا يجب؟ يجب علينا اتباع المنهج الإلهي للوصول للكمال المطلق. احنا لما ورانا سفر ورانا رحلة كبيرة ورحلة طويلة، قال رب ارجعون ماكو فايدة، بعد رجع ماكو، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، ماكو فايدة. لما انت عندك هيك سفر، إذن الآن ماذا يجب عليك؟ يجب عليك الإعداد والاستعداد لتلك الرحلة الطويلة الكبرى. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا ماذا يجب علينا؟ يجب علينا التزود للآخرة، مو يجب علينا إشباع الرغبات في الدنيا. هو أيضا ليس منع الرغبات، قل من حرم زينة الله، ولكن ليس
الغرق في بحر الدنيا، أنت مستعد راح توصل للساحل، عندك أكل عندك كذا، لا تخلص وراك ترى ساحل ووراك هناك جزيرة ما بها أكل إلا اللي أنت محضره، فكون ترتب وضعك هناك. ماذا يجب علينا ومن نحن؟ هذا السؤالين اللي بقى من الأسبوع الماضي. الله تعالى بعث أنبياء ورسل لماذا؟ لكي يدلون الطريق. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنت سراج ضوء بوسط هاي الغابة المظلمة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله بعث حلقة أنبياء لكي يقولون ماذا يجب أن نعمل. هذا ماذا يجب؟ وكل شرعة له شريعة ونهجت له منها جاء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك. يعني الله أرسل الأنبياء مستحفظ بعد مستحفظ إقامة للدين وحجة على العباد وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وجعلت لنا علما هاديا من قبل أن نضل ونطغى. إذن ماذا يجب علينا أن نعمل؟ اتباع الأنبياء. شوفوا أكو فد رجل قصير، قصيروني، هذا في زمن عيسى، في زمن عيسى عليه السلام. تدرون عيسى صاحب المعجزات، كان عيسى يمشي على الماء، يعبر نهر دجلة نهر النيل يمشي على الماء. طبعا اللي يقدر يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله يقدر يمشي على الماء. واحد وياه قصير قال له أيها النبي يا روح الله أنت شلون تمشي على الماء؟ قال له أنا أقول بسم الله وأمشي على الماء. بسم الله الرحمن الرحيم فيها اسم الله الأعظم، إذا قالها الإنسان بحقها يفتح له كل شيء. قال له امشي وياي، اعطيني إيدك، قول بسم الله ستمشي على الماء. أخذ إيده، عيسى قال بسم الله، هذا لك صيروني هم قال بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا صدق مشى على الماء، أخ مشى على الماء. وصل نص النهار، شيطان اجي قام يفكر، قال زين أنا جاي أمشي على الماء، يعني أنا هسه مرتبتي مثل مرتبة عيسى بن مريم، شنو هو أفضل مني؟ هو يمشي على الماء، غرور. بمجرد أن هيك يفكر غطس بالماء راح. يا عيسى اعطيني ايدك، عيسى اخذ ايده
قال له ويلك يا قصير، شنو انت فكرت؟ مو كنت تمشي مثل الاوادم، ايش بيك تمشي اعوج؟ مو كنت تمشي عدل؟ قال يا عيسى اغفر لي، انا فكرت في الطريق انه انا افضل لو انت. اغطست بالماء. قال هذا اصابك الغرور وابتعدت عن الاتباع. اتباع البشر يحتاجون الى وسراجا منيرا، يحتاجون الى من يتبعوه. اتبع الرسل. انت الان في سفر، عندك في معسكر، عندك قائد في فريق كرة قدم، عندك مدرب في سفرة سياحية، عندك واحد مسؤول في جامعة، عندك واحد مسؤول في صف ابتدائي، هم عندك مسؤول في شركة تجارية، هم عندك مسؤول. لابد اكو واحد والبقية يتبعوه. اتباع. بالبيت هم اكو ابو تتبعوه. البشر يحتاجون إلى من يتبعوه حتى يعرفوا ماذا يجب أن نعمل. اليوم أكو موديل أنه إحنا ما محتاجين نتبع أحد، خلاص كل واحد بكيف. هو خطأ البشرية هذا، أن الله تعالى يرسل لهم رسلا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشر، شاهد عليهم، مربي لهم، ليخرجهم من الظلمات إلى النور. يجون البشر يقولون إحنا ما محتاجين. صحيح البشر ما محتاجين، لو محتاجين شات كاملة وشا صارت الحياة سعيدة، شا ماكو هالبؤس البشري والتعاسة البشرية. الآن البؤس البشري ما جاي من الأمراض بقد ما جاي من مشاكل البشر نفسهم. أكو أمراض صحيح، أكو حوادث مرورية صحيح، بس المشاكل البشرية من داخل البشر نفسه. البشر يحتاج. ولهذا الدعاء يقول وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله. ولا يقول أحد إلهي ليش ما دزيت لنا أنبياء، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وجعلت لنا علما هاديا. الآن بعد ماكو حجة للناس على الله، الله يقول بعثت لكم أنبياء. المطلوب الاتباع. الدين ليس تقييدا للحريات وإنما ترشيدا. الآن أنت المعلم ما تعتبره يقيدك، المدرب ما تعتبره يقيدك، مدير المدرسة ما تعتبره يقيدك، القانون والكتاب والمنهج الدراسي هذا ما تعتبره تقييد لحرياتك، هذا تعتبره ترشيد، هذا تعتبر توجيه. بالعكس انتوا تطالبون، اذا جامعة ما بها منهج دراسي، اذا جامعة ما بها ملزمة وكراس، انتوا تقولون يا استاذ اعطينا فد ملزمة فد كراس فد كتاب، ايه تتخلينا شنو؟ ليش؟ لان هذا المنهج هو ترشيد مو تقييد. الدين ترشيد للإنسان، ترشيد مو تقييد. ولهذا لا نتصور أنه إحنا نطالب بالحرية، الحرية من الدين، الحرية عن الله، هذه مو حرية، هذا انفلات. أن الإنسان يقول أنا حور خوش ما أصلي، لا تصلي، صوم هم ما صوم مناسب لا تصوم مطلق. يعني تصور فد إنسان حور لا يعرف قانون ولا ضوابط ولا عرف ولا تربية ولا تقاليد اجتماعية ولا أصول أدبية، يعني هو هذا حر، هو صح حر، بس هو راح يختلف عن الحيوان هواي لو ما يختلف أصلا، لأن كل شيء ما عنده.
أنت الآن نفسك تقيد نفسك بروابط اجتماعية، تقول هذا أب، هذا أم، هذا جيران، هذا أستاذ، هذا أخ، هذا ابن عم. خوش أنت تشعر أن هذه هي تقييد لك أو هي قيمتك وشخصيتك بهاي الروابط الاجتماعية والقوانين. الدين ترشيد وليس تقييد، واللي يرفض الترشيد يعني هو يكون بعيد عن خصوصية الإنسان اللي يختلف بيه عن الحيوان، يطلب رشد، يطلب كمال. موقع العقيدة في شخصية الإنسان هامشي أو أساسي؟ شو تقولون؟ موقع العقيدة أساسي. الآن في الفكر الغربي أكو عناوين يعني يخدع بها الناس أن موقع العقيدة موقع هامشي مو موقع أساسي. أنت تصير مسلم لو مسيحي، لو تصير يهودي، لو تصير بوذي، لو تصير تعبد البقر، كيفك. موقع العقيدة يقولون هامشي، مثل اللون ومثل اللغة ومثل الملبس اللي أنت تلبسه. أما نحن نعتقد أن موقع العقيدة موقع أساسي في شخصية الإنسان. بدون عقيدة أكو مشكلة في إنسانيتك. بدون عقيدة، بدون مال ماكو مشكلة في إنسانيتك. بدون جمال صير قبيح، بس هو إنسانيتك يجوز التفوق الآخرين. هذا فد واحد قصتكم يا القصة الأسبوع الماضي ولا قصة ذاك الرجل القبيح؟ شلون قبيح؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شو اسمه؟ أبد. هذا فد قبيح. مال عجوز، هذا قبيح. يسموه باللغة العربية قبيح، يسموه دميم. دميم باللغة العربية قبيح عن دميم، دميم يعني قبيح. دميم ما ينطلع بيه أبدا، ما ينطلع بيه. وإذا وحدة شافته بهالرصيف تشد تروح ذاك الرصيف. دميم. اسمه شنو؟ اسمه ذو النمرة، هكذا الاسم الموجود بالتاريخ، اسمه ذو النمرة. اجى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا رسول الله علمني الإسلام. قال له تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال له أخو عمليا ماذا يجب؟ هاي مو سؤالنا ماذا يجب. قال له تصلي. ايش قد أصلي؟ 5 مرات باليوم، سهلة. بعد شو أسوي؟ قال تصوم. ايش قد أصوم؟ بالسنة مرة شهر رمضان. قال له والله لا أصلينه مو مشكلة، هو أصوم مو مشكلة، لكن والله لا أزيده ركعة واحدة. ركعة واحدة عودة الطيش ماله أبد لا يصورها. أصوم أصوم غصبا عليه، ولكن والله لا أزيد يوم واحد. مستحب وعيد وما أدري شنو، ماكو عرف، ماكو صوم أبد، بس شهر رمضان، والله لا أزيد يوم واحد. نبي تعجب، قال هاي شو مسوي لك الله؟ شنو أنت عندك عداء؟ قال شو مسوي لك الله؟ قال لماذا خلقني قبيحا؟ مو أنا شو أسوي؟ وين ما أمشي بالشارع يشردون مني، كل أخطب بنية تشرد من عندي، كل أستاذ يشوفني بالصاف يرجعني، بالأخير لي بعد ما يعاني بوجهي. زين أنت ليش الله خلقتني قبيح؟ أنا شو مسوي؟ هذا من بطن أم أوباما. تمام؟ لماذا خلقني قبيحا؟ خلوا راح، خلوا راح. فهبط جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له، الله يقول قل لهذا ذو النمرة، روح قل له، قل له ألا ترضى
أن يحشرك الله يوم القيامة على صورة جبرائيل في الجمال؟ في الدنيا قبيح، في الدنيا دميم، لكن الله يعطيك الآخرة أجمل واحد تكون على صورة جبرائيل، نور وجمال يعني. ألا ترضى؟ أرسل له الرسول ولك تعال، جتك البشارة، راح وراء، تعال 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 اجي. شنو يا رسول الله؟ قال له هذا جبرائيل هبط علي يقول، يقول الله تعالى: ألا ترضى أن أجعلك على صورة جبرائيل يوم القيامة؟ ترضى يوم ترضى؟ قال له رضيت، لأصلين له ثم لأصلين ثم لأصلين، لأصومن له ثم أصومن ثم هتشي. الله يستاهل، الله بالدنيا خلقني قبيح، أسا من بطن أمه طلع قبيح. خو هاي قوانين، شنو علاقته بالله؟ الله شوف الرحمة الإلهية، قال له أنا بدال هاي اللي خلقتك قبيح افترضني أنا مسؤول، لكن راح أعوضك جمال ملايين السنين أنت تعيش جميل. ألا ترضى؟ شوفوا رحمة الله هنا محل الشاهد، وين؟ أن الجمال والقبح هسه ما له علاقة بشخصية الإنسان، ممكن جميل ممكن مو جميل، بس هو شخصيته بإنسانيته بقيمه بأخلاقه مو بشكله. السؤال هذا أن العقيدة أيضا هامشية مثل الشكل والطول والقصر واللون والأكل والمال والغنى أو لا هي أساسية؟ الجواب أن العقيدة أساسية في شخصية الإنسان، ولهذا الإسلام يعتقد أن المؤمن بالله وأنبيائه هو الإنسان. ذاك اللي ما مؤمن بالله وأنبيائه يعني خارج عن قائمة الإنسانية. بالإصطلاح الديني إذا واحد ما يدري، أخوه يقول أنا ما وصلتني دعوة الأنبياء، أنا قاعد بجزر وراء المحيطات لسه ما وصلتني، هذول الدين يسميهم المستضعفون، ممكن الله ما يعاقبهم. أخوه أنتوا لا تتصورون أن الله راح يعاقب البشرية ذولا كلهم اللي ما واصلتهم رسالة الأنبياء، ما واصلتهم. أكوين على سواحل إفريقيا يأكلون حيتان وعقارب وضفادع، وتعال شوف شلون، شو ما يفتهمون يمنى من اليسرى ما يفتهمون. أكو هذول شنو؟ هذول القرآن يسميهم المستضعفون، هذول مستضعفون، هذول الله تعالى إن شاء يرحمهم وإن شاء يعذبهم. محل شاهدنا أن الدين جزء أساسي في شخصية الإنسان. هذا الحسن البصري، هذا كان بزمان الإمام زين العابدين وبزمان الإمام الحسين وبزمان الإمام الحسن عليه السلام، هذا شخصية من الشخصيات الإسلامية يومئذ يعتبروا أحد الزهاد العشرة، ولكن ما كان يعتقد بأهل البيت، إلى طريقة خاصة في التفكير. كان يقول هذا الحسن البصري، كان يقول: ليس العجب كل العجب ممن نجا ممن هلك كيف هلك، بل العجب كل العجب ممن نجا كيف نجا. فهمتوا الفكرة شنو؟ يعني يقول العجيبة أن شلون واحد ينجو يوم القيامة، شيطان وحرام وشهوات يعني شلون يوم القيامة تنجو؟ العجب من كل العجب ممن نجا كيف نجا. الإنسان ما يقدر ينجو، ليس العجب
ممن هلك كيف هلك، هو إنسان أوتوماتيكي رايح الجهنم، رايح للضلال، رايح للشيطان. ليس العجب كل العجب ممن هلك كيف هلك، بل العجب كل العجب ممن نجا كيف نجا. وصل الخبر للإمام زين العابدين، الإمام زين العابدين عكس القضية، قال ليس العجب كل العجب ممن نجا كيف نجا، بل العجب كل العجب ممن هلك كيف هلك. يعني شوفوا ترى هذه أصلا مناهج في التفكير. الإمام زين العابدين يقول العجيب أن الإنسان شلون يهلك، يعني الله باعث له أنبياء وباعث له كتب وباعث له وعي ذاتي وباعث له ضمير ووجدان وملائكة، هاي جانب، والله تعالى خالق على فطرة سوية، هاي جانب آخر، والله تبارك وتعالى فوق ذلك الرحمة التي وسعت كل شيء، غافر الذنب قابل التوب، الله يغفر وإني لغفار لمن تاب. عندك ذنوب بس قول استغفر الله خو الله يغفر لك. الإمام يقول هو مو العجيبة شلون واحد ينجو، أنت قول استغفر الله، ذنوب عندك كثيرة، بس إذا سجدت لله وقلت إلهي أعتذر الله يغفر ذنوبك وإني لغفار. أصلا عندنا روايات تقول إذا أنتم لا تذنبون وتتوبون لخلق الله خلقا آخر يذنب حتى يتوب. الله يقول أنا أريد عبادي أريد أغفر لهم، شلون أغفر لهم إذا كلكم ملائكة؟ أخو الله يوديكم غير مكان، الله يريد بشر. الإمام زين العابدين يقول مع هذه الرحمة الإلهية ومع هذه المغفرة الإلهية، بحيث شوفوا يا شباب، بحيث نظر الابن إلى والديه برحمة، أنت تباوع أبوك أو تباوع أمك، أنت يا عم تباعين بابا، تقولين بابا صار كبير، أمي صار كل شيء، ما تسوين سيج، لا تطين معي لا خدمة، فقط من نظر إلى أحد والديه برقة كتبت له حسنة. الله يقول هيك ضمير حي أنا أكتب لك حسنة. شوفوا الأب في البيت يقعد بابا وتقعد ماما ويقعدون الأولاد بالسفرة، خوصة هاي فرد شيء يعني بشر طبيعي هذا، بس شوفوا رحمة الله وشوفوا آداب الإسلام، يقول ما زالوا جالسين على المائدة الذنوب تتساقط شنو عنهم، ما زالوا جالسين، يعني الله يحب هالعلاقات الأسرية الحلوة، أبو أم وأخوة وولاد وكذا، الله يحب ما يريد كل واحد إيش واحدة واحدة، مثل أوروبا، أوروبا كل واحد تلقى جاء كل لفة داروجة عن الثاني، عمي قعدوا سولفوا إيش بيكم أنتم، الله يريد محبة هاي العلاقات. شوفوا مالتنا أنت بهاي العلاقات اللي هي لطيفة وطيبة، بس الله تبارك وتعالى تتساقط عنهم الذنوب. ولهذا الإمام زين العابدين يقول مع وجود هيتش إله ورحمة إلهية العجب كل العجب ممن هلك كيف هلك. هذا شوف شو مسوي اللي يهلك يروح الجهنم، شوف ما مستحي يقول استغفر الله، هو لو مستحي يقول استغفر الله مشان ما يروح الجهنم، بس هاي هم يقول. الإمام يقول العجب كل العجب ممن هلك كيف هلك، وليس العجب كل العجب ممن نجا. البشرية ينجون بمجرد أن يعود إلى الله، بس يعود إلى الله. فرعون لما جاء يغرق صح يا موسى لحق عليه تبت، راح موسى عافه، غرق فرعون، الله أوحى إلى موسى قال له يا موسى أنا صح غرقت فرعون لأنه استغاث بيك، لو كان يستغيث بي شنت أنقذه،
بس هو هم أخطأ، خاطب البشر كوني خاطب الله. فرعون شو مسوي؟ الله يقول لو كان يستغيث بيه أنا كنت أغفر له. هسا أنا أخذ من النهر هسا أغفر له ما أغفر له غير بعد، المهم يقول طلعني أطلع أنا. رحمة الله وسعت كل شيء. فالعجب كل العجب ممن هلك كيف هلك. يا شباب هذه مناهج في التفكير، أصلاً مناهج بينات افتراق 180 درجة، ولهذا إحنا نحتاج اتباع توصيات الرسل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، هاي مواعظ إحنا محتاجينها، إن الشرك لظلم عظيم. كل الأنبياء أنطونا خريطة عمل، الدين ترشيد وليس تقييد، موقع العقيدة في شخصية الإنسان موقع أساسي وليس موقع شنو هامشي. ماذا يجب أن نعمل؟ السير نحو الكمال الإنساني، هذا اللي نسميه قرب إلى الله. تدرون شنو؟ بس أنت تقول أصلي صلاة الظهر وجوبا قربة إلى الله، أنتوا هاي حافظيها بس هواي يجوز البعض هواي ما مفكر شنو يعني قربة إلى الله. ترى هواي أكو أصلي صلاة الصبح ركعتين وجوبا قربة إلى الله تعالى الله أكبر، تدرون شنو يعني؟ يعني أنا بهذا العمل أقترب من القدرة المطلقة على الكون والوجود، أنا أقترب من الرحمة المطلقة، أقترب من الكمال المطلق، أقترب من الله تبارك وتعالى. أنا جاي أصعد، الصلاة معراج المؤمن، هاي معنى قربة إلى الله تعالى، هاي معناته. ماذا يجب؟ يجب التزود للآخرة، يعني التزود للحياة الأبدية، هذا الواجب علينا. شلون التزود؟ مو بالإعراض عن الأكل والشرب، مو دول جماعة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم صبحوا الصبح أمس بالليل قعدوا بيناتهم يحشون، واحد قال والله أنا بعد عمري كله فلا أكل بالنهار كله أصوم، الثاني قال والله أنا عمري كله من باكر ولا أنام بالليل كله مستيقظ، الثالث قال والله أنا عمري كله بعد ولا أقارب زوجتي أبدا لا أدنيمة ولا معزنون. قعدوا الصبح أي المرض قدم لأكل ما أكل، صار الليل عمي أبو فلان صار 12 بالليل وحدة بالليل ما تنام، قال ما أنام أنا أريد أقعد على السجاد أعبد، عيب خلاص. عمي سلام عليكم يا رجال، ماكو عليكم السلام. وصل الخبر دول صاروا دراويش، صاروا دراويش من عزلين، لا أكل لا شريب، شنو هاي؟ شو الإسلام يجري دربي ولا موش؟ وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القضية أساسية ومنهجية، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطب خطبة، قال بلغني أن جماعة واحد يقول أنا لا أكل أبدا في النهار، والثاني يقول لا أنام في الليل، والثالث يقول لا أقترب من زوجتي أبدا، قال أما أنا فآكل وأشرب وأنكح النساء. أنا أقرأ لكم النص، كل احنا بشر ناكل نشرب، رجال ومرأة زواج واولاد وذريه، خو احنا نريد نصير شنو؟ افلاطون؟ افلاطون ما يعيش. انبياء قادوا البشريه بهذا السلوك الجميل والتربيه الجميله والحنان والابوه والزوجيه الحلوه والسعاده الحلوه والعبايه الحلوه. شنو يعني العباية الحلوة يا بنات؟ الآن أكو بعض الطالبات لابسات عباية، إحنا نشجعكم على أن تلبسون عباية،
ما نقول واجب عليكم، ولكن هي أكثر حشمة يا طالبات، أكثر حشمة. يعني بعبارة أخرى أنت قاعدة وحدك تحصلين حرام، قولي شلون؟ هسا قاعدة جاي تقرين، لو جاي تمشين بالحديقة تحصلين حرام، مو دائما أحيانا، شلون؟ تصيرين سبب أن هذا الشاب تغريه ويروح وراء المعصية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.